سجلت مختلف أنواع الخضر والفواكه حضورها بالأسواق المحلية، حضور ميزه ارتفاع طفيف في بورصة أسعارها، فبين 55 ديناراً للكيلوغرام الواحد من البطاطا و130 ديناراً للكيلوغرام الواحد من الطماطم. وجد المواطنون أنفسهم في حيرة الاقتناء. بارابور كيما كانوا كيما نقولوا طوماطيش كان 18 ميل، هاي شويه 13 ميل، كيما القرعه كانت 15 ميل 10 ميل، بطاطا كانت 7500 ميل، هاي شويه 7500 غاليه 13 ميل 13 ميل بيسك ماشي وقتها. ما طوماطيش بارابور في الصيف تلقاها 2500 3 ميل، دوكا راهي 13 ميل. مي حنا نستهلكوها 15 ميل نشروها، 3 ميل نشروها كيما كان الحال نشروها. خضر أو فواكه، كثرة العرض فيها جعل من توازن معادلة العرض والطلب أمام الأسعار حجة التجار. طوماطيش هذه في القرود دير 13 ميل، احنا نبيعوا فيها 13 ميل، أشريها 13 ميل 500 هذه، السلعة واحدة أخرى راهي رخيصة. البطاطا سي نورمال 5500 شابة، هاي 7500، والنوفالة هذيك الأخرى بالك دير 3 ميل 4 ميل. كانت طوماطي شوية غالية ناقصة، ذكيتو جد ترخص. مواد جد استهلاكية لا يستطيع أي جزائري الاستغناء عنها يوميا، لكن ارتفاع أسعارها جعل من اقتنائها ثقل كبير يضاف إلى ميزانية مصاريف المواطنين.